عندنا اللي هي الاون ديماند، يعني الان ممكن بضغطه زر متسوق على طول يروح ويشتري الاغراض، ممكن خلال ساعه يكون الطلب موجود عند العميل. السوبر ماركت كان عندهم الاونلاين عندهم تقريبا اقل من 4000 برودكت، الان احنا وصلنا تقريبا ل 12000 برودكت موجود. قدرنا ننتشر في 10 مدن الان، كلها صارت في الاربع شهور الاخيره. الان احنا نخدم في جده، الرياض، الشرقيه بثلاث مدن، القصيم بلس الطائف، مكه والمدينه. تحديات يعني جدا كثيره، منها الانفراستراكشر حقت الوطن العربي بكامل، يعني نظام العنونه، العمليات اللي بتصير كاش اون دليفري. في ناس كثير مثلا بتطلب او في مجموعه بيطلبوا، لكن في النهايه لما يجي وقت الدليفري يقول لك لا انا لغيت الطلب. الان احنا بنشتغل مع ريتيلرز بس ما في اوفيشال كونتراكت، يعني ما في كونتراكت موقع بينه وبينهم. لما تقارني مثلا بمبيعات واحده من الشركات الكبيره 11 مليار في السنه، ليش حيقعد يطالع في شركات صغيره ممكن تخدمه في المستقبل؟